كرة الكونفدرالية الأفريقية وكرة دوري أبطال أفريقيا. نادي الزمالك هيصطدم بحسنات أكاديمي المغربي، وإن ربنا كرم إن شاء الله الأهلي قد النهائي هتفوز بالفائز من الهلال السوداني ونجم ساحلي تونس. وضع نادي الزمالك صعب جدا وكله مليء بالبيات الشمال أفريقيا. بالنسبة للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، جت قرعة مواجهة سان داونز الجنوب أفريقي، مواجهة هتعيد ذكريات نهائي 2001 اللي وقتها كان عبد الحفيظ سجل هدف التعادل في جنوب افريقيا، مباراه الاياب خالد بيبو سجل هاتريك والاهلي فاز باللقب. البعض قال ان المباراه نهائي مبكر وعلى اصول سيد عبد الحفيظ، وقال ان المنافس لا يستهان به، مباراه صعبه جدا. مش بس كده، الاهلي لو تخطى سان داونز عنده مواجهه ما بين الهلال الغيني والوداد المغربي، والاقرب بطبع فريق الوداد المغربي هيعيد لنا ذكريات نهائي الموسم قبل الماضي اللي الاهلي فقد فيه اللقب. الاهلي بيسعى للقب التاسع في مسيرته في دوري ابطال افريقيا، والزمالك بيسعى لاول القبه في الكونفدراليه. كل التوفيق للفريقين المصريين في المباراتين القادمتين سواء في مصر او خارجها.